يوم جديد من أيام الوفاء وصورة ناصعة من صور العرفان قدمها أبناء الجوف للزعيم علي عبد الله صالح بمناسبة الذكرى 24 لقيام الجمهورية اليمنية. المهنئون أكدوا أن الوحدة وصانعها الأول راسخان في وجدان كل أبناء محافظة الجوف الشرفاء كغيرهم من أبناء الوطن، مشيرين إلى أن هذا الحدث الأبرز في تاريخ اليمن لا ينسى ولن ينسى، وقد خلده التاريخ وكتبه وصانعيه بأحرف من نور. المهنئون عبروا عن شكرهم وامتنانهم ومحبتهم للزعيم علي عبد الله صالح، وأشاروا في كلماتهم إلى الأدوار الوطنية والمنجزات التاريخية التي تحققت للوطن خلال فترة حكمه والتي لا ينكرها إلا جاحد. الوجهة الموجودة من أبناء محافظة الجوف بيهنوك عيد الوحدة، لأنك أنت صانع الوحدة والصانع الحقيقي لهذا الوحدة المباركة، ولأنه تربطك بأبناء أرض المحافظة علاقة خاصة، فأنت أول رئيس جمهورية زار هذا المحافظة عدة مرات، وأنت أول رئيس جمهورية من اهتم بها. يعني حقق الوحدة هي أسمى غايات الشعب اليمني، ودخل التاريخ غصب عن قريب وعن بعيد. فنحن جينا الجوف، جئناك بنبأ يقين إننا ونحن نحتفل بالذكرى 24 لقيام وحدة الوطن. لا يمكن إلا أن نتذكر بكل فخر واعتزاز دوركم القيادي والتاريخي كصانع لهذا الحلم والإنجاز الخالد الذي سيدونه التاريخ بأحرف من نور في سفر ملاحمه الخالدة. نهنيك بصفتك صانع الوحدة ومهندسها الأول والمحافظ عليها، وفي الحقيقة الذي يجد أن يتكلم عليه علي عبد الله صالح سيأخذ من الوقت طويلا، لأنه مر بمراحل ومحطات تاريخية عظيمة يسجلها التاريخ في صفحاته بأحرف من ذهب. لا يستطيع أي أحد أن ينكر منجزات فخامة الأخ الزعيم، والتي هي مشهود لها الشجاعة والجراءة والتسامح في مراحل حكمه السابقة. الشعر أيضا كان حاضرا في هذا التكريم، حيث رصد الشاعر المراحل النضالية للزعيم ومحبة اليمنيين لوحدتهم الأعز والأغلى. خنتم حليف الوفا من كان يؤثركم بكل تقديره الأسمى فضاع سدى، كأنه حين أنكرتم محاسنه ما منكم أحد إلا لها جحدا، لك المجير المعامر التي دخلت لخدره هربا ممن عليها عدا. رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبد الله صالح أكد أن ما يربطه بأبناء الجوف من علاقة متينة ليست وليدة اللحظة، فعلاقته بهم منذ أكثر من 3 عقود حتى قبل أن يكون رئيسا لليمن، متطرقا في كلمته الموجزة إلى عدد من القضايا الوطنية. أقول أسعد الله صباحكم مرة ثانية وأرحب بكم يا أبناء محافظة الجوف، وأنا على تواصل معكم وعلى معرفة بكم عن قرب مش من اليوم، وقبل ما أكون رئيس أنا على صلة بهذه المحافظة وشخصياتها الاجتماعية والسياسية. فمحافظة الجوف لا تحتاج إلى من يمدح فيها، ولكنهم كما عهدناهم هم رجال أوفياء ومخلصين لهذا البلد. في عناصر تخريبية تدس السم في العسل في محافظة الجوف، ولا عناصر محدودة ومعروفين. أملي أن الإخوان المشايخ والشخصيات والشباب بكل فئاتهم أن يتماسكوا ويوحدوا صفوفهم أمام العناصر التخريبية في محافظة الجوف. إحنا في حقيقة الأمر كمؤتمر شعبي عام لسنا طرف الصراع. أطراف الصراع هم الحوثيين والإخوان المسلمين، والجوف يدفع الثمن، يدفع الثمن بعدم استقرار الأمن في المحافظة. على كل حال ثقتنا كبيرة فيكم، وأنتم الجيش وأنتم الأمن وأنتم كل القوى السياسية، حافظوا على هذا المحافظة وعلى أمنها، وأن أمنها مرهون بكم أنتم. حول عناصر تخريبية كما تحدث الأخ الشايب عن مساوئهم وعن تصرفاتهم دمر والجوف،
احنا الجوف كنا نسعى منذ الثمانينات الى ايجاد تنمية زراعية في محافظة الجوف، وهي منطقة واعدة ومش من اليوم، حتى من قبل الثورة، وهي المحافظة الواعدة بمزارعها. ولكن العناصر المستوسة والمخربة كانت على كل المشاريع. أعضاء المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف كرموا الزعيم علي عبد الله صالح بدرع الوفاء تقديرا وعرفانا لجهوده في بناء اليمن وإنجاز وحدتها التاريخية الخالدة في وجدان كل يمني، مشيرين إلى أن 22 مايو ارتبط بالزعيم فلا يذكر اسمه إلا مقرونا بهذا التاريخ الأعز على قلوب كل أبناء اليمن. بينما يحتفل الوطن بعيد الوحدة 24 جئناك من سبأ بنبأ يقين، هكذا قال أحد أبناء الجوف الشرفاء، جاءوا ليؤكدوا بأنهم نبراس للوفاء. فيصل الشبيبي، اليمن اليوم، صنعاء.